وهالشعب اللي كتير بيشبه لبنانية يعني بيشبه لبنان، بيح محبته للحياة مش جميل، انتو ناس حلوين وهيدا الشيء ما بنشوفه دايما. المغاربة والمغرب كتير بيشبه لبنان بشكل الحياة اللي هو فيه، فأنا حس حالي ببيتي وهيدا الشيء بفرحني. أول شيء نوع الموسيقى المغربية هي أصلاً تعجبني، والفنانين كلهم وسعي الفنانين المغاربة إنهم يروحوا على العالمية، وأنتوا قادرين توصلوا للعالمية، وهيدا التعاون القريب رح تحبوه لله راد بين أنا والفنان المغربي. أنت محتالة منتبه على بشرتك كتير، هيدا الأهم، لأنه إذا كانت بشرتك حلوة anything you put on your skin it will glow، إذا لا ما ببين. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وابوني لشين يوتيوب.